نحن طبعا مددنا سجل الناخبين كان مددنا لمدة 17 يوم زيادة. هو المفروض كان يقفل يوم 4 أغسطس، فتحنا مددنا لعند يوم 17 أغسطس. فترة الناس سعيدة بالموضوع هذا، الناس واجهة ما سجلتش الفترة ذيك، والحمد لله ربي وفقنا في الموضوع هذا. عند تو في عدد كبير طبعا المسجلين ما يقدرش فيه الوقود، تقريبا تو نحن كانوا مسجلين عندنا من قبل، تو في الفترة العادية تو تقريبا عدد المسجلين من يوم من امتى فتحنا تسجيل الناخبين من يوم 4/7 يعني تو تقريبا 4463 مواطن سجلوا جديد، يعني سجل جديد بالإضافة اللي عندنا من قبل. إجمالي تو اللي تو قاعد عندنا الإجمالي مسجلين، يعني كانت تسمع الرقم بالنسبة لليبيا رقم ممتاز، 2,830,000 مسجل، يعني رقم ممتاز جدا جدا بالنسبة للسجل تو حاليا. الناس في إقبال رهيب، ناس وعيت، ناس ما تبيش صوتها يمشي الواحد غريب. الحمد لله رب العالمين، الأمور ماشية ممتازة جدا جدا. مفتاح الشيبي مشرف تدريب فوضي للانتخابات لجنة بنغازي. طبعا احنا كقسم تدريب شاركنا في مجموعة من الدورات التدريبية، كان آخرها اللي هي لما تم دعوتنا من قبل مؤسسة المجتمع المدني بلدية سلوك، انتقلنا غادي ولقينا مجموعة من النخب السياسية والناس المدنيين مشاركة، درنا جلسة حوارية معهم أو دورة تدريبية مصغرة. طبعا نحن دائما لما ناخذ أي دورة عندنا محاور أساسية نتكلم عليه، اللي هو التعريف بالمفوضية، أهمية تركيبتها، بنيتها، مسؤولياتها، أدوارها التي تقوم بهن، وكيف ونعطوا في لو كانت في وقت يسمح يعني نعطوا حتى في كيفية مثلا الدورة الانتخابية، نعطوا في التسجيل نتكلم عليه، نلقوا في نوضحوا للناس الفرق بين التسجيل والله الانتخابات في البلدي وفي المفوضية العليا للانتخابات كجهة تشريعية. حاليا نحن قاعدين نجهزوا في أنفسنا، يعني التسجيل حيقفل ممكن وتنتهي المدة يوم 17/8، والآن احنا قاعدين نجهزوا أنفسنا لناخذ دورة أخرى في توزيع في المراقبة على الانتخابات، وبعدين عندنا دورة في توزيع البطاقات. وبالشكل هذا مستمرين يعني كقسم تدريب متواجدين في كل لحظة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. طبعا العملية الانتخابية هذا استحقاق، أنا من وجهة نظري الشخصية أن من المفترض أن جميع أفراد الشعب الليبي أنهم يشاركوا في هذا الاستحقاق، حتى لا يكون اختيارنا سيء لابد أن نحن نشاركوا. فأنا أنصح الجميع بالتسجيل ومبادرة بالتسجيل، لأن الوقت خلاص سعفنا، يوم غد يوم 17 راح يكون هو اليوم الأخير وذلك بعد التمديد. فنصيحتي للناس انهم يسجلوا ويحسنوا اختيار مرشحيهم، لان هالناس هذه اللي نبغى نرشحوها ان شاء الله وباذن الله راح تمثلنا وراح تكون هي تقود ليبيا الى بر الامام بعون الله الواحد الاحد. لكن نصيحتي لوجه الله ان على جميع انهم يبادروا بالتسجيل والمشاركه في هذا الاستحقاق.